السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني المتابعين. اليوم عندنا الجزء الثاني من رحلتنا في صيد الجيجينج. بالنسبة لصيد الجيجينج راح نتكلم اليوم عن ماكينتين راح أشرح عنهم، اللي هي توين باور اللي هي مقاس 6000، وراح أتكلم إن شاء الله عن السلو جيجينج بالنسبة للماكينة اللي هي أوشي جيجر. هذه الماكينتين اللي هي متوفرة عندي واللي أنا استخدمتها في رحلات كثيرة جدا صراحة، وأشوفها من أجمل المكاين صراحة بالصيد. أول حاجة، أي ماكينة صيد راح يكون فيها رقم وحرفين جنب بعض زي الماكينة هذه اللي موجودة الآن قدامكم. بالنسبة للأرقام، إيش الأرقام هذه اللي موجودة الآن؟ الموجودة الرقم اللي عندنا هي 4.6. 4.6 معناته كل لفة أنا حلف فيها الماكينة راح يلف الخيط عندي 4.6 مرات، تمام؟ هذه بالنسبة للرقم اللي موجود، احنا نسميه الجير ريشيو. أما بالنسبة للحرف اللي موجود، حرفين اللي موجودة جنب بعض اللي هي البي جي. البي جي معناته باور جير، وهذا اللي احنا نحتاجه عادة في الجيجينج. احنا نحتاج باور جير أكثر من أي شيء ثاني. السبب إنه احنا نحتاج قوة في الماكينة في السحب، تمام؟ أبغى الماكينة تكون قوية صراحة في السحب، راح أختار البي جي. أما بالنسبة للجزء الثاني اللي هو اتش جي، اللي هو الهاي جير زي اللي موجود عندي في ماكينة السلو جيجينج هنا، تمام؟ بالنسبة للسلو جيجينج هنا مكتوب عندي الماكينة، موجود عندي الماكينة مكتوب عليها 2000، يعني مقاس الماكينة 2000، ولكن اتش جي. اتش جي معناته هاي جير، اللفة حقتها راح تكون برقم 6.2، يعني الماكينة هذه اللفة الوحدة فيها راح تلف على شكل 6 مرات، يعني لفتها هنا أسرع من لفة إيش الفاست جيجينج. هذا بالنسبة للماكينة اللي موجودة عندي، هذه يعني لفتها 6 مرات، هذيك لفتها 4 مرات بالنسبة للفاست، وهذه لفتها 6 مرات. هذا هاي جير وهذيك اتش جير. طيب هل كلها تصيد؟ ايوه نعم كلها تصيد، الهاي جير يصيد. انا صدت بالماكينة هذه من اول ما تعلمت الجينج الى الان. بالنسبة للباور جير اشوف فيه قوة افضل صراحة من الهاي جير. بالنسبة لماكينة الفاست جيجينج، هذه الماكينة هذه مقاسها 6000، ماكينة توين باور. فالماكينة هذه صراحة يعني من اجمل المكاين اللي انا اشتغلت فيها صراحة في البحر. بتشيل الخيط 300 متر مقاسه بي 3، ما شاء الله تبارك الله صدنا فيها اسماك مرة حلوة. لو انت تبغى ماكينة اكبر من كذا واقوى ممكن تروح للي بعدها اللي هي 8000 توين باور. ممكن تروح الى 8000، راح يعطيك سعة في الخيط اكبر، ممكن تحمل الخيط عليها اكبر وتتحمل اكثر. انا اشوف انه 6000 و8000 في البحر الاحمر، انا اتكلم عن البحر الاحمر، مرة ممتازة صراحة وكافية وتأدي الغرض وزيادة. هذه بالنسبة للفاست جيجينج. نيجي للسلو جيجينج، مكاين الاوفر هيد. هذه ماكينة شيمانو أوشي جيجر مقاس 2000، وهذه المكاين برضو جدا ممتازة. هي سلو جيجينج، فيها اللي هو الليفر دراج، هذا يعني من يوم ما تنزل الخيط وتقفل راح تلاقي الماكينة تتقفل على طول معاك، ما يحتاج انه انت تضغط زر او تسوي حاجة ثانية، لا خلاص هي اوتوماتيك على طول من يوم ما تبدأ. خلاص قفلت وبقفل على الماكينة لفت معايا على طول. ماكينة مرة مريحة، ميزتها انه خفيفة جدا، تحمل خيط 2.5، تحمل خيط برضو بي 3، كلها ممتازة ومناسبة معاها، من اجمل المكاين. تبغى تطلع لحاجة اكبر من كذا ممكن تروح لمقاس 3000 في الاوشي جيجر. ميزة 3000 عن 2000 تقريبا نفس الدراج، ولكن اللي حيفرق معاك انه حيشيل خيط مرة كبير. انا اشوف صراحة ابدا ما في داعي في 3000، ماكينة اكبر نفس القوة ايش الفائدة منها؟ اللهم انها بس تتحمل خيط اكبر. فانا نصيحتي صراحة في 2000. في مقاس ثاني يجي اللي هو 4000، ممكن تحمل عليه بي 4 وحيكون خيار قريب ومشابه لل 8000 في الفاست جيجينج. طيب ايش الفرق بين الماكينتين؟ سواء كنت بشتغل على السلو جيجينج اوفر هيد او كنت بشتغل على الفاست جيجينج في السبيننج، كلهم الاثنين راح يصيدوا نفس الاسماك، ولكن انا اذا كنت ابغى استهدف اسماك كبيره، اسماك عايمه او اسماك الناجل، دائما الفاست جيجينج افضل في الشغلات هذه صراحه. من وجهه نظري انه بيستهدف الاسماك بطريقه جدا سريعه، الاكشن حقها جدا سريع، في عندك امكانيه انها تصيدها بالفاست جيجينج اكثر من السلو جيجينج. ولكن هل معناته انه عندي انا سلو جيجينج مكاين سيئة؟ لا بالعكس، المكاين السلو جيجينج ممكن انت صراحة تشتغل فيها احلى شغل صراحة. هذه كمان المكاين ممكن تشتغل فيها اكشن فاست وممكن تشتغل فيها اكشن سلو، وكلها شغالة ما فيها اي اشكال. فهي ترجع على انت ايش الشيء اللي انت ممكن تحبه.
أنا بالنسبة لي صراحة اشتغلت في هذه سنين، والسنة هذه بدأت في الفاست جيجينج وجدا مقتنع فيه، مبسوط صراحة في النتائج حقت الفاست جيجينج أكثر من السلو، لأنه يعني بستهدف الأسماك القوية والأسماك الكبيرة مثل البياض مثل الدوكتوث، تضرب معايا بالفاست أكثر من السلو صراحة. أما إذا حسيت نفسي تعبان صراحة ما فيني حيل إنه أنا أشتغل في البحر، أو أخذت لي مثلاً وقت كثير وأنا شغال بالفاست عشان أريح نفسي، أروح أنزل بمكاين السلو. إذا كان أنا عندي عمق مثلاً 200 متر أو 190 أو 250 وأبغى أنزل، ما راح أستخدم الفاست جيجينج صراحة، هروح على طول أتوجه على السلو جيجينج. ليش؟ لأنه مكاين السلو جداً مريحة، الماكينة 2000 هذه تشتغل عليها جداً مريحة صراحة عن 6000. هذا بالنسبة للمكاين وبالنسبة لأنواعها. أنا تكلمت عن أشياء محددة فقط، تكلمت عن جزئية أنه إحنا نصيد في البحر الأحمر، ما تطرقت لأي بحر ثاني، نظرة عامة بس بسيطة، ما نحب أن إحنا نصعب المعلومة، إحنا بنوجه معلومة ونصيحة، الشيء اللي إحنا شربناه، الشيء اللي إحنا شفناه شغال معانا مرة كويس ونتائجه حلوة وموجودة عندنا في القناة. أغلب الفيديوهات اللي موجودة عندنا صراحة كلها صايدين فيها بمكاين إما أوشي جيجر مقاس 2000 أو ممكن توين باور برضو مقاس 6000 أو 8000 مع الشباب يطلعوا معايا. ما بنطلع صراحة إلى أكبر من كذا، أشوف أنه إحنا ما إحنا محتاجين في البحر أشياء أكثر من كذا صراحة. هذا بالنسبة لأنواع مكاين صيد الجيجينج في البحر الأحمر، سواء كانت فاست أو سلو، سبينينج أو أوفرهيد. نشوفكم إن شاء الله في حلقة ثانية. إذا في عندك أي سؤال أو استفسار يلي تحطوا لنا في التعليقات، وإن شاء الله في أقرب وقت راح أجاوب عليه. نشوفكم إن شاء الله على خير، في أمان الله، مع السلامة.